عم كتر بزاف خطرات بغى يحرق ورجع حاضرين لنا والله سبير سيما مصباني نور ما صورني الله يبارك صور امن شو راك شوف التمر ينباع اي واحد مش يحطه هنا لا سيبر الخدام صافي يطلع لي تال فوق كيما تاع الجامعه هذه الخطره الجامعه يكشفوا بناتهم مسؤوليه يعني تاع القبور المهرسين كما راك تشوف هنا فيهم كما مثلا هذاك اللي لهي وكما اللهم هنا مهرسين هذو تعود للناس الفاميليا تاع المرحومين اللي مدفونين هنا تعود ليهم هما اللي رموهم هما اللي سقموهم لخاطر حنا شي علينا حنا علينا لونتروتيان النظافة تاع المقابرة وعلينا الحراسة تاعها وزوال كل عندنا هنا مثلا في السيميتير أ المقابرة الأولى القديمة كاع الأ عندنا 54 كاري 54 كاري هذه كل كاري يرفد 1200 حتى 1300 36 كاري في هذه البي هذه كما رانا هنايا وعندنا جديدة السي اللي ها من هيها اللي رانا دروك ندفنوا فيها ثاني فيها كاريات ياسرين بالنسبة للحشيش لك تقول هذا الوقت تاع لونتروتيات تاعه اللي نبداو فيه احنا لومومو هذا اللي نبداو ديزرباج تاع الكاريات لا سيما نسمعوا احنا باللي شعاع كاين الفوعة وكاين ولا سيما الفعة ولو كاينة تكون دارقة في القبر الذي نقولوا احنا لم يعرف القبر تاعه والله مهمل منذ نقولوا احنا فتحت المقبره هذه في سنه 1956 لحد الان يوجد عندنا ارشيف خاص وكل مرحوم عندنا لافوس تاعه والكاري والرو تاعه ونجموا نبحثوا عليه ولو تراب ولو ماهوش مبني وان للمقبره حرمتها فللمقبره حرمتها من الواجب على الزائرين ان يحترموا هذه المقبره والا يرموا الأوساخ بين القبور وألا يتكلم بكلام منافي لحرمة هؤلاء الأموات على الزائر المقبرة وخاصة ألفت نظري لأولئك الأولاد الذين يعني دفنوا أبنائهم وجعلهم تحت التراب ونسوا زيارتهم ونسوا عليهم أن يزورهم وعليهم أن يهتموا بالقبور وان يبنوها بناء يعني شرعيا عم كثر بزاف خطرات بغى يحرق ورجع حاضرين لنا والله سبير سيما مصباني نور ما صورني الله يبارك صور امن شو راك شوف التمر ينباع اي واحد مش يحطه هنا لا سيبر الخدام صافي يطلع لي تال فوق كيما تاع الجامعه هذه خطره الجامعه يكشفوا بناتهم